مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، وده معادنا مع جولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك اللي نشرت نعي النادي الأهلي للدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، واللي جه فيه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الأسى والحزن الكاتب الصحفي الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي الذي وفاته المنية اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان. كمان كتب أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في الصديق الحبيب والأخ الودود والرجل الجميل أستاذ خالد توحيد صديقي وأخي رئيس قناة النادي الأهلي، ما زال صوته في أذني وكلماته الرقيقة لشخصي لا تفارقني. كمان كتب المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر: آخر أعماله في الدنيا ساجدا، مات أخي وصديقي الإعلامي القدير الدكتور خالد توحيد، اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعله في منزلة النبيين والشهداء والصديقين، والهمنا وإلهم أهله الصبر والسلوان. كمان نشرت الصفحة الرسمية للدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي على الفيسبوك نعي للدكتور خالد جيبي. تنعي دكتورة رانيا علواني رحيل الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير خالد توحيد رئيس قناة النادي، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بخالص رحمته، أن يلهم أهله ومحبي الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب كمان محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك: البقاء لله في الدكتور خالد توحيد، كان من أرقى الناس اللي اتعاملت معاها الله يرحمه. كمان محمد الجرحي نشر على الفيسبوك صورة لي مع دكتور خالد وكتب: رحم الله الأخ والصديق الدكتور خالد توحيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، اللهم ثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة، نسألكم الدعاء. محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي برضو كتب على الفيسبوك: من أكتر الناس الراقية المحترمة على الصعيد الشخصي والعمل اللي تعاملت معها، ربنا يرحمك يا دكتور خالد، غيبوبة مفاجأة بدون أي مقدمات، سبحان الله هو بيصلي ساجد في آخر أعماله الطيبة في الدنيا، اللهم اغفر له وارحمه والهم أهله الصبر والسلوان واحسن خاتمتنا جميعا. كمان نعى الحساب الرسمي لشركة بريزنتيشن على تويتر دكتور خالد توحيد وكتب: شركة بريزنتيشن سبورتس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وإدارة الإعلام والاتصال وكافة العاملين في الشركة بيتقدموا بخالص التعازي لجميع أعضاء الوسط الرياضي المصري بصفة خاصة ومتابعين ومحبي كرة القدم المصرية في مصابهم الأليم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الكاتب الصحفي الكبير أستاذ خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، أن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. نعى الحساب الرسمي لاتحاد الكورة برضو على تويتر دكتور خالد وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ومدير الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى. الإعلامي الكبير دكتور خالد توحيد أسكن الله فسيح جناته وألهم أسرته وذوي الصبر على فراقه. كتب كمان محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن على تويتر: خالد توحيد عشت محترم ومت ساجدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما يعقوب السعدي رئيس قناة أبوظبي الرياضية فكتب على تويتر: لا أصدق حتى الآن أنك رحلت، صوتك لا زال في الأرجاء وحتى صمتك لا زال يغلف الأجواء بالوقار والهدوء الذي يليق بك دوما. خالد توحيد لم يكن من أولئك العابرين بلا جدوى، كان يستقر في القلب من الوهلة الأولى، رحل ربما بعد أن اشتاقت إليه السماء. كمان كابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره على تويتر كتب: الزميل والصديق خالد توحيد في ذمه الله شخصيه محترمه وقيمه اعلاميه فقدناها، انا لله وانا اليه راجعون، رحمه الله رحمه واسعه واسكنه الفردوس الاعلى.
نشر كمان وليد سليمان خبر وفاة الدكتور خالد على تويتر وكتب إن لله وإنا إليه راجعون. كمان سعد الزمير مدافع النادي الأهلي نشر الخبر على انستجرام وكتب إن لله وإنا إليه راجعون. حسين الشحات كمان كتب على تويتر أنا بكل الحزن والأسى رحيل قامة إعلامية رياضية كبيرة دكتور خالد توحيد الكاتب الصحفي ورئيس قناة النادي الأهلي كل التعازي لأسرته أسرة الصحافة والإعلام وإنا لله وإنا إليه راجعون. كمان كتب كابتن وائل جمعة على تويتر لله ما أعطى ولله ما أخذ اللهم اغفر الأستاذ خالد توحيد وارحمه وارزق أهله الصبر والسلوان. كمان الإعلامي إبراهيم المنيسي على تويتر كتب إن لله وإنا إليه راجعون رحل الأخ والصديق العزيز خالد توحيد فاضت روحه إلى بارئها بعد أزمة قلبية داهمته وهو ساجد يصلي الظهر بمسجد النادي الأهلي اللهم حسن الخاتمة ألف رحمة ونور على روحك الطيبة نسألكم الفاتحة. كتب كمان كابتن ضياء السيد على تويتر إن لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحم أستاذ خالد توحيد ويغفر له. كمان شريف عبد الفضيل نشر صورة للراحل دكتور خالد توحيد على انستجرام وكتب إن لله وإنا إليه راجعون. أمير عبد الحميد برضو نشر صورة على انستجرام وكتب الله يرحمك أستاذ دكتور خالد توحيد الصحفي الكبير رئيس قناة النادي الأهلي في ذمة الله خالص التعازي. سيد معوض على تويتر كتب البقاء لله في وفاة واحد من الناس المحترمة اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين. أحمد عادل عبد المنعم برضو على تويتر كتب إن لله وإنا إليه راجعون أستاذ خالد توحيد في ذمة الله اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. كتب كمان مجدي عبد العاطي المدير التنفيذي لفريق أسوان على تويتر إن لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله في وفاة الأستاذ خالد توحيد ربنا يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته. كمان كتب اللاعب السابق والفنان أحمد صلاح حسني على تويتر البقاء لله في الأستاذ المحترم خالد توحيد في الجنة بإذن الله. كتب محمد نيجي جدو على تويتر إن لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الأستاذ خالد توحيد غفر الله له وألهم أهل الصبر. الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تويتر كتب خالد توحيد أشعر بحزن عميق لرحيل زميل عزيز تزامننا في الأهرام سنوات وكان نعم الزميل والأخ والصديق فاجأني الخبر فجر اليوم ودمعت العين على هذا الفراق اللهم تقبلوا بعفوك ورحمتك وادخلوا جنتك واغفر له ولنا يا رب العالمين. أعز نفسي وأسرته وكل الزملاء الذين أصابهم الخبر الأليم. كمان كتب الإعلامي أحمد فؤاد على تويتر البقاء والدوام لله رحم الله الكاتب الصحفي أستاذ خالد توحيد اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الجنة يا أرحم الراحمين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. كمان الإعلامي خالد بيوي كتب على تويتر إنا لله وإنا إليه راجعون فقدنا الزميل الخلوق الكاتب الصحفي الكبير خالد توحيد نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة اسكنوا الله فسيح جناته ولنا جميعا الصبر والسلوان. الإعلامي إبراهيم فايق كتب على تويتر مفيش أحسن من كده خاتمة ممكن إنسان يتكرم بيها ربنا اختار إن تكون آخر أعماله في الدنيا الفناء سجدة لرب الخلق ربنا يرحمك يا أستاذ خالد ويغفر لك ويلحقنا بيك في الجنة أهل الدنيا يغبطونك لهذه الخاتمة يا طيب. أخيرا كتب أحمد حسام ميدو على تويتر البقاء لله في وفاة الأستاذ القدير خالد توحيد يا رب ارزقه الجنة إن شاء الله عزائله أسرته الكريمة اللي الله يصبركم جميعاً.